السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Sedia ada 6 soalan. 5 soalan merupakan hafiz atau hafazan dan 1 soalan pemahaman. Soalan pertama dari surah Ali Imran ayat 188 ke surah 75 dalam juzuk 4. Surah Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا Subhanakallahul Azim. Seterusnya soalan yang keempat dari surah Ali Imran, surah Maryam ayat 30 ke surah 307 dalam juzuk 16. Surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا سلا sambung ayat seterusnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Seterusnya soalan yang terakhir dari surah An-Naml ayat 59 muka surat 382 dalam awal juzuk 20 surah An-Naml. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ولو ندرس كلمة جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Kita beralih kepada soalan pemahaman. Dengar petikan ayat yang akan saya bacakan. Iaitu soalan yang terakhir dari surah An-Naml tadi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qulilhamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Apakah yang dapat anda faham dari petikan ayat ini? Katakanlah Muhammad, segala puji hanya milik Allah dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka menyekutukannya? Siapakah hamba-hamba yang dipilihnya? Sahabat-sahabat, nabi-nabi. Wallahu a'lam. Terima kasih.